اهلا وسهلا بيكم في قناتي. يوم جديد ونهار سعيد عليكم ان شاء الله. احنا هنتكلم على مهنة ضرب نار النهاردة، مهنة فيها فلوس كويسة، دخلها كويس جدا، من ضمن المهن اللي فيها دخل كويس وفيها ضربات مش ممكن ما تكونش بالساعة لكن بالمقاولة بالشغلانة. هي دي الميزة اللي فيها الشغلانة ديت. الميزة ديت مش في كل الشغلانات، في شغلة في بعض الأشغال اللي فيها صنعة، اللي فيها حرفة، ودي من ضمن المهن اللي فيها حرفة، حرفة وشطارة وحظ. لأن حصل موقف امبارح معايا، أنا واقف مع واحد صاحبي، وليه واحد صاحبه جاي فرحان مبسوط أمريكاني، هو لاتينو أمريكاني. فالمهم بيتكلم، أنا مبسوط، أنا محظوظ النهاردة، أنا طاير من الفرح. فصاحبي دوت بيسأله بيقول له ليه؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال له أنت عارف الستور المحل الكبير اللي هو هيتفتح جديد دوت هنا ومش عارف ايه. قال له ايوه. قال له انا خدت المقاوله بتاعته في التكييفات، انا هركب التكييفات بتاعته. هنا التكييفات في المحلات او في البيوت مش تكييفات صغيره زي عندنا السبليت او الشباك والكلام دوت، لا التكييفات كلها مركزيه، البيت كله بيبقى على تكييف واحد، تكييف كبير، يبقى في الجنينه، في البارك، في اي حته تكييف كبير. فدي محتاجه مقاوله، دي مقاوله، دي شغلانه مش هيقعد يوم ولا يومين، ده ممكن يقعد له 3 4 5 ايام. فقال له طب كويس، قال له خدتها بسعر كويس جدا ومش عارف ايه وانا مبسوط، دي تغطيني الشغلانه، دي تغطيني عيشه لا يقل عن 3 4 شهور، لا يقل. فالمهم ايه، انا بسمع الكلام وانا ما اعرفوش. فالمهم ايه، فقلت لصاحبي دوت فيليكس، بقول له يعني الشغلانه دي تصليح، يعني انت مثلا تكييف في بيتك او في المحل بويز، عندي انا مثلا في المحل بتاعي، وعنده المحل بتاعي لو تكييف بوظ بيجي ساعة زمن بياخد له 250 ل 300 دولار. قلت له يا راجل، قال لي دي تصليح او تركيب حاجة والتصليح حاجة. فقلت له بالمبلغ ده؟ قال لي هنا الصنعة دي مطلوبة جدا لان ميامي حر، هنا ما تقدرش تشوف. انا ماشي في الشارع النهاردة، الجو زي ما انتم شايفين مغيم، وكان في بقاله يومين شتاء وفي زي اعصار هوا، بس النهارده هادي، لكن اليومين اللي فاتوا كان ضرب نار. شوفوا، حر هوا وشتاء والدنيا موت حر. انا لابس بصوا نص كم، هتشوفوني في شهر 12 لابس نص كم، هتشوفوني في شهر 1 لابس نص كم. هنا يعني يوم ما تسقع شويه، تسقع مثلا ايه، تلبس قميص بكم، تلبس جاكيت بس. فالمهم هنرجع لمرجوعنا للشغلانه دي. فقال لي ده عند والدتي التكييف عايز الشحن، يعني الفريون بتاعه خلاص والكلام ده كله، 350 دولار. مفيش يعني التكييف مثلا بايظ مثلا عند اخته. قال لي، قعد يحكي لي بقى مواقف كتيره، بقى التكييف عند اختي كان بايظ وجبنا الراجل اخد له 300 دولار، في ناس بتاخد 400 دولار، حسب ما انت والدخل بتاعك، الدخل بتاع التصليح الحاجه واللي بتجيبه، واللي انت بتجيبه. المشكلة في اللي انت بتجيبه غالي رخيص، ما في ناس زي عندنا مثلا في الدول العربية او في مصر، في واحد رخيص، واحد غالي، واحد عنده ضمير، واحد ما عندهوش ضمير. فبتوصل، قلت
بترد على كده بقى توصل يعني الحد الادنى الواطي بتاعها الشغلانه دي 1500 دولار في الاسبوع. قال لي دي اقل حاجه، ده اللي هو الفاشل اللي هو ما بيشتغلش 1500 دولار. قلت له يا راجل 1500 دولار؟ قال لي اه 1500 دولار اقل حاجه، ده الفاشل. قلت له ده حاجه غريبه يعني، ده اول مره انا ما اعرفش اسعارها ايه ولا اي حاجه. قال لي لا، هنا الاسعار كده. قلت له يعني انا مثلا لو جبت واحد يركب لي تكييف؟ لا. قال لي لو جبت واحد يركب لك تكييف جديد في بيتك والكلام ده، لا دي شغلانه، او في محل دي شغلانه كبيره وتتكلف كتير، يعني تتكلف كتير. قلت له يا راجل. قال لي اه تتكلف. قال لي تتكلف يعني مش رخيصه. قلت له انا ما اعرفش الموضوع دوت، انا اعرف يعني احنا عندنا التكييفات غاليه وتركيبها غالي، بس مش زي هنا. قال لي لا، ده هنا حاجه تانية، هنا شيء تاني، بتوع التكييفات دول ده دباحين، يعني بالمعنى. قال لي دباحين دباحين دباحين، لان انت ما تقدرش، انت لو عدى عليك ساعه ساعتين في بيتك تتسلق في البيت، ما تقدرش ان انت تعيش من غير تكييف، ما تقدرش. ساعه واحده تتسلق. قلت له انا طبعا انا عارف والكلام ده كله، هنا بيروحوا مشاورهم والتكييف في البيت شغال، لان لو دخلوا البيت وهو مش شغال صهد. فقلت له تمام، يعني انا مثلا لو اشتغلت الشغلانه دي اكسب؟ قال لي لا، الشغلانه دي صعبه مصطفى، مش سهله. قلت له يا ريت انا معايا الصنعه دي، يا ريت. قال لي اه دي الصنعه دي تكسب ذهب، بالمعنى يعني تكسب كويس، الايرنج بتاعها حلو قوي. قلت له طب انا هنعمل فيديو عليها بقى ومش عارف. قال لي ده فكره كويسه، وانا متابعك، بس ما بفهمش بالعربي، انت بتترجم لي يعني بتقول ايه والكلام ده كله. قلت له اه يعني انا. قال لي لا، دي مهنه من المهن اللي هنا المطلوبه، واللي هي ما يقدروش يستغنوا عنها هنا، بالاخص في ميامي او في فلوريدا، لان كل الجو حر. فالتكييف ده ما بيروح اي محل ما تلاقوش مفتوح، ليه مقفول، البيبان بتاعته مقفله والتكييفات شغاله. لو التكييفات بايظه دي مشكله كبيره، الناس ما تخشوش، يخسر كتير. فقلت له خلاص انا هنعمل فيديو عليها ان شاء الله بكره وربنا يسهل. انا قلت لكم على مهنه من المهن اللي هم ان شاء الله اصحاب المهنه ديت، واللي سامعيني واللي عندهم قرايبهم ومقدمين في اللوتري، يجي هنا هيشتغل في شركه هيقبض كويس، هيشتغل مع نفسه هيقبض كويس، كل حاجه في الشركه ديت، في الشغلانه دي ممتازه ممتازه ممتازه. فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واحب ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب للي شايفني، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه انا بقدمها جديده. فان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله بالفيديو الجاي. سلام عليكم.